وانا كي دايرين لاباس عليكم، مرحبا بكم معايا في قناه جوري الصغيره. اليوم جبت لكم واحد الوصفه اللي هي وصفه نيوكسيديل، وصفه يعني اللي كتساعد على كثافه الشعر ومو الشعر ديالكم ما يبقاش يطيح. والنيوكسيديل هذه هي عباره عن لوسيون يعني كتدار في الشعر. هي طريقه الاستعمال ديالها كيفاش كدار، يعني كدير 10 رشات في الصباح و10 رشات في الليل. ملي كترشي كترشي 10 رشات، كترشي في شعرك مزيان كاع بلايص شعرك، ديري 10 رشات وتحركي شعرك مزيان، ديري 10 في الصباح و10 في الليل. وثيقوا بيا اخواني، الى في مده ديال شهر ولا شهرين غتلاحظوا واحد النسبه كبيره، يعني واحد النسبه كبيره ديال بان الشعر يولي عندك كثير ويولي يعني قوي وما يبقاش يطيح. واخا تمشطي شعرك راه ما غاديش تقلبي المشطه، ما غاديش تطيح، ما تلقايش فيها حتى زغبه وحده طايحه. يعني هذا بالتجريب الناس جربوه ولقاو عليه واحد الفعاليه كبيره. هذا النيوكسيديل هذا يعني فيه 2% وفيه 5%. هذه واحد المعلومه غادي نقولها لكم. 2% هاد 2% هذا تياخذوه العيالات، و 5% تياخذوه الرجاله اللي بغى ينوض اللحيه واللي كيعاني من مشكل ديال اللحيه وعنده خويات في اللحيه ديالو. كاين نوكسيدين 5.5%، اما هذا بالنسبه للنساء داير ليهم 2%. اما بالنسبه لهاد النيوكسيدين هذا، الا تبعتيه وماشي تتبعو شهر وتقول لا راه ما دار ليا والو، لا لا، النيوكسيد هذا خصك تتبعيه لمدة شهر أو شهرين شهر وناس ولا شهرين. مهم إذا تبعتيه راه غتلقاي واحد النتيجة كبيرة، فهمتي؟ أما اللي تبعو لقى عليه واحد النتيجة وبغى يقطعو، يعني يقطعو بشهر ويعاود ياخدو عاوتاني لأن الثمن ديالو شوية غالي، كيدير 247 درهم، يعني ثمن شوية بعد، ولكن يستاهل الثمن هذا لأنه كيلقاو الناس عليه واحد التفاعل كبير، يعني كيولي عندك شعر قوي وما كيبقاش عندك تساقط. ايوا هذا مكان ومشينا وجينا ونعود نقولوا لكم مرحبا بكم، وكنتمنى منكم تفاعلوا معنا، واللي عنده شي سؤال ولا شي حاجه يخلينا لي كومونتير وحنا نجاوبكم على جميع الاسئله ديالكم، سواء على هذا الجيل هذا ولا على اي حاجه في الدواء. مرحبا بكم وتبارك الله عليكم كاملين، وشكرا، الى اللقاء. Okay.